بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاك احمد ناصر من قناه نوتر الزينه. باذن الله تعالى النهارده طالعين نتكلم عن كميه الاكل اللي بياكلها الكوكتيل في اليوم الواحد، عن كميه الاكل اللي بياكلها الكوكتيل في اليوم الواحد، وعن كميه الميه اللي احنا بنحطها له وبنحطها كل قد ايه، وهل الكوكتيل بيقعد قد ايه من غير ميه. طبعا النهارده طالعين نتكلم عن كل دي باذن الله تعالى، وان شاء الله كلنا نستفاد يعني تعالى. بإذن الله احنا طالعين الأول نتكلم عن المدة اللي الكوكتيل ممكن يقعد فيها من غير أكل، يعني عن المدة اللي الكوكتيل ممكن يقعد فيها من غير أكل. طبعا المدة اللي ممكن يقعد فيها من غير أكل المدة بتكون 24 ساعة. المدة اللي بيقعد فيها الكوكتيل من غير أكل بيقعد فيها 24 ساعة، وديت عن تجربة أنا كنت مجربة عندي، يعني دي تجربة أنا كنت مجربة عندي، قعدت الطيور عندي من غير أكل لمدة 24 ساعة. طب بالنسبة للمية، برضه بيقعد لمدة بدون مية لمدة 24 ساعة. طيب الكلام دوت بيكون بإذن الله تعالى في المدة ديت بيكون في حالة عدم فروخ، يعني في حالة عدم فروخ، يعني لو القص دلوقتي زي ما أنتم شايفين لوحده ذكر وانتهى. أنا بتكلم عن مدة الكوكتيل، يعني دلوقتي أنا بتكلم عن الكوكتيل بس، تمام. دلوقتي احنا معانا قص واحد، تمام، من غير فروخ او من غير زغليل بمعنى اصح، ممكن يقعد لمده 24 ساعة من غير اكل ومن غير مية، بس لو مفيش فروخ او مفيش زغليل. طبعا عشان تكونوا عارفين، لو في زغليل لا قدر الله، تمام، يعني لا قدر الله لو في زغليل واحنا منعناهم من اكل ومن المية، طبعا الزغليل اللي معانا هتموت، بس القص الكبير او الاهالي هي اللي هتفضل عايشة، لان الزغلول فيه كل عمر بيكون له وقت معين، يعني كل عمر، يعني مثلا من اول يوم للزغلول لحد 10 ايام بياكل كل ساعتين. الزغلول بيحتاج اكل لكل ساعتين، يعني بياكل كل الاهالي بيتاكلوا كل ساعتين. فطبعا احنا هنقعدهم 24 ساعه من غير اكل ومن غير ميه، فبالتالي ان الزغلول اللي هي محتاجه تاكل كل ساعتين بالتالي ان هي كده بتموت، تمام. فانا بتكلم دلوقتي المده اللي احنا بنقعدها من غير اكل ومن غير ميه 24 ساعه من غير فروخ، يعني من غير فروخ، لو في بيض او مثلا قص لوحده او الكلام ده كله عادي ممكن يقعدوا 24 ساعه من غير اكل ومن غير ميه، تمام. طيب ايه بقى مثلا الكميه اللي احنا بنحطها لهم، يعني ايه الكميه اللي احنا بنحطها اذا كانت اكل او اذا كانت ميه، يعني ايه الكميه اللي احنا بنحطها. طبعا انا زي ما بتكلم دلوقتي، احنا دلوقتي معانا قص واحد، يعني احنا دلوقتي معانا قص واحد، القص دوت مثلا كبير وقص شغال وكل حاجه تمام، ولوحده يعني لوحده معوش فروخ ومعوش اي حاجه خالص، تمام. احنا بنحط كميه مثلا اوري لحضراتكم دلوقتي، طبعا دي الاكله اللي احنا بناكل فيها، دي الاكله اللي احنا بنكلف فيها، تمام. الاكله دي احنا بنحط تلت الاكله بالظبط لمده 24 ساعه. احنا بنحط التلت اللي هو من اول هنا كده مثلا، تمام، من اول دفر هنا مثلا كده، تمام، دي تلت الاكله بنحطه لمده 24 ساعه، وبرده ساعات بالله في قشر، يعني برده ساعات بنلاقي في قشر، بس عماده عشان تكونوا عارفين احنا بنحط اكلتين، احنا بنحط اكلتين مش اكله واحده، تمام. زي ما انتم شايفين اهو احنا بنحط تلتها بنفس الطريقه كده، تلت الاكله بالظبط، عشان خاطر ان ساعات الطير بيوقع الاكل او بيرمي الاكل، فاحنا مش عاوزين ان احنا نهدر الكلام ده كله، يعني احنا مش عاوزين ان احنا نهدر حبايه واحده، وبالذات في الغلا والكلام اللي احنا فيه كله، في حرام بصراحه اللي احنا نهدر حبايه واحده، لان الحبايه دلوقتي بتاعت الاكل دي بفلوس، تمام. فاحنا بنحط تلت الاكله، تمام، وبعد كده بنغيرها بعد 24 ساعه، يعني بنغيرها بعد 24 ساعه، تمام. دي كده بالنسبه للكميه اللي احنا بنحطها كل 24 ساعه في حاله لو قص لوحده او الاهالي لوحدها، بس عامه لو في فروخ احنا طبعا بنزود وبنحط اكل بزياده عشان خاطر لا قدر الله مفيش حاجه تسقط مننا، يعني احنا بنزود وبنحط الاكل بزياده او ما بزياده عشان خاطر ان مفيش حاجه تسقط مننا لا قدر الله. طب بالنسبه للسقايه، في الشتاء، بنخليها 48 ساعه من غير تغيير وما نغيرهاش، يعني السقايه وما نغيرهاش لمده 48 ساعه. طب لو في الصيف، بنغيرها كل 24 ساعة، يعني لازم أن تتغير كل 24 ساعة، وبشرط، يعني بشرط عشان خاطر مناعة الطير ضعيفة، فإحنا بنحط مية
معدنيه او ميه من الفلتر، يعني لازم يكون عندنا فلتر عشان خاطر اللي احنا نحط لهم الميه ديت، يعني عشان خاطر اللي احنا نحط لهم الميه ديت. تمام، ديت الحاجه اللي احنا طلعنا اتكلمنا عليها. الطير لو قص لوحده مع بدون فروخ او بدون زغاليل ممكن يقعد لمده 24 ساعه من غير اكل ومن غير ميه. لو مفيش زغاليل بنحط تلت الاكاله اللي هي في ايدينا ديت كده، تلت الاكاله، وبرضه بنرجع وبنلاقي برضه فيها حبوب، يعني بنلاقي فيها حبوب وبنلاقي فيها قشر وبياكلوا منها عادي ومفيش اي مشكله. بس احنا بنحط الكلام ده كله عشان خاطر اللي احنا ما نهدرش الاكل، يعني عشان خاطر اللي احنا ما نهدرش الاكل. تمام، طبعا لو في زغاليل ولا حاجه احنا بنزود الكميه، يعني على حسب مثلا عمر الزغاليل. مثلا لو عمر الزغاليل مثلا لو معانا في العش مثلا اربع زغاليل عمر 10 ايام ولا حاجه، بنحط نص الاكله، كل ما يكبروا كل ما بنزود لحد ما بيجي مثلا عمر الفطام بنملى الاكلات على الاخر، يعني بنملى الاكلات على الاخر، بنسيب مثلا يعتبر سنتي من فوق بس على وش الاكله، بنسيب سنتي واحد يا دوب من على وش الاكله، بنملاهم خالص اكل، يعني بنملاهم خالص اكل عشان خاطر مفيش حاجه لا قدر الله تسقط مننا. وبالتوفيق جدا للجميع وشكرا جدا لاستماع حضراتكم.